بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله، في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوح الفول 981 فول 2، حيث سوف أريك طريقة جميلة ورائعة جدا سوف تفيدك يعني في تثبيت مثلا الويندوز أو تثبيت نظام تشغيل آخر، يعني تشغيل توزيعات يعني مختلفة سواء كانت توزيعات لينكس إلى غير ذلك على حاسوبك، تثبيت هذه الأشياء جميعا على حاسوبك بدون الحاجة إلى مثلا اليو اس بي أو الفلاش ميموري أو يعني أيضا السي دي أسطوانة. فعادة عندما نريد يعني تثبيت الويندوز فنستعمل يعني مثلا يو اس بي أو يعني السي دي إلى غير ذلك، فيمكن لك من الآن يعني الاستغناء عن هذه الأشياء ويعني تثبيت الويندوز أو أي نظام تشغيل آخر على حاسوبك من خلال هاتفك. نعم، من خلال هاتفك تحويله إلى يو اس بي بوتابل. فسوف أقوم يعني بإعطاء لكم نموذج بالنسبة مثلا لتوزيعات وي في سلاش، ونفس الطريقة تقوم باتباعها مثلا إذا كنت تريد تثبيت الويندوز أو أي نظام تشغيل آخر. فعليك فقط أن تقوم بربط يعني هاتفك بحاسوبك، ثم بعد ربطه تفتحه، ثم تقوم مثلا سوف أذهب إلى الداونلود هنا ايميج، ثم أقوم بسحب يعني الإيزو الخاص بنظام التشغيل الذي أريد أن أقوم بتثبيته عفوا على حاسوبي، ثم أقوم بإعادة التشغيل للحاسوب، وتابع معي المراحل التي سوف نقوم بشرحها بالخطوات يعني بشوي بشوي أحبابي في الله حتى تفهم هذه الأشياء. طيب، الحين بعد أن قمنا بإغلاق الحاسوب أحباب في الله، سوف نربط يعني الهاتف دائما بالحاسوب باليو اس بي، ثم سوف تقوم بتحميل تطبيق يدعى درايف درويد. يعني هذا التطبيق موجود في بلاي ستور، سوف تجدون أيضا الرابط أسفل الفيديو. بعد تحميل هذا التطبيق الذي يسمح لك بتحويل يعني هاتفك إلى يو اس بي بوتابلي، ثم تقوم بفتحه مباشرة، فتح التطبيق، فهو يعطيك أيضا يعني مجموعة من أنظمة التشغيل لتحميلها مباشرة. فلو ضغطنا هنا كما سوف تشاهدون عفوا، ثم ضغطنا على الداونلود هنا، فسوف يعطيك مجموعة من أنظمة التشغيل، لكن ما يهمنا نحن هو يعني نظام التشغيل الايزو، ملف الايزو الخاص بنظام التشغيل الذي قمنا بوضعه في الهاتف عندما ربطنا الحاسوب بالهاتف. بالتالي سوف تضغط على هذا الخيار كما سوف تشاهدون، ثم تضغط على ايميج دايركتوري هنا، يعني المكان الذي هو موجود في الويندوز، نسخة الايزو الخاص بالويندوز في حالتنا شخصيا وفي سلاش. بالتالي سوف اضغط عليها، ثم كما سوف تشاهدون تختار هنا المسار في حالة الداونلود ايميج كما شاهدتم قبل قليل في الحاسوب، ثم نختارها ثم نضغط على اوكي. بعد الضغط على اوكي سوف تظهر لك هنا، يعني تضغط عليها ثم تنتظر قليلا، ثم بعد الانتظار قليلا تختار هذا الخيار احباب في الله كما سوف تشاهدون. بعد ذلك مباشرة فقط نقوم باغلاق، يعني ننتظر قليلا حتى تظهر لك وي في سلاش هنا او الايزو الخاص بالويندوز. الحين قمنا ب وكاننا قمنا بحرق يعني الويندوز مثلا على اليو اس بي، بالتالي حولنا الحين يعني الهاتف الى يو اس بي بوتابلي. سوف نقوم بتشغيل الحين يعني الحاسوب، وبعد تشغيل الحاسوب نقوم بالضغط يعني على F9 و F2 على حسب نوع الحاسوب الذي تمتلكه، على اساس عمل الاقلاع من الهاتف الذي قمنا بحرق عليه يعني الويندوز او في حالة وي في سلاش. ثم تختار يعني على هذا على حسب يعني الحاسوب، حالة اتش بي سوف اختار مباشرة يو اس بي سي دي روم كما سوف تشاهدون، ثم نضغط على انتر، ولاحظوا معي يقوم بتشغيل الوي في سلاش. لو قمت يعني بوضع يعني الويندوز فسوف يقوم بتشغيله واستطيع يعني تثبيته، وهكذا سوف تستغني على السي دي او اليو اس بي عندما تريد يعني تثبيت مثلا الويندوز او يعني تشغيل اي نظام تشغيل اخر يعني على حاسوبك احباب في الله، بدون الحاجه الى السي دي او اليو اس بي، فقط يعني عبر الهاتف وعبر هذا التطبيق. اتمنى ان الدرس قد افادكم، اذا استفدت لا تنسى الضغط على اللايك. وبالمناسبه ايضا اذا كنتم تريدون يعني مراجعة لهاتف يعني جالاكسي سي 6 فاضغطوا على اللايك وضعوا يعني تعليق في أسفل الفيديو إذا كنتم مراجعة كاملة وشرح لأهم الأسرار الموجودة فيه. هذا كل شيء، فكما تشاهدون تم تشغيل وي في سلاش فقط، يعني وكأننا قمنا بربط يعني الحاسوب باليو اس بي أو السي دي، فموجود الحين يعني في الهاتف وقمنا بتشغيله مباشرة. ونفس الشيء بالنسبة للويندوز، عندما تريد تثبيته فقط قم بنفس العملية.
لا تنسوا دائما زيارتنا على موقعنا دول فيديو دير بوينت على 5.com، لان على صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/1981 فول. ايضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في امان الله.